لا ينكر أحد دور الطعام المهم في حياتنا جميعاً، فلا تقتصر أهميته على إمداد الجسم بالعناصر التي تقويه، فالطعام يؤثر بشكل كبير على الحالة المزاجية والنفسية للإنسان. وفي تقريرنا التالي ركزنا على الأغذية التي تجلب لك السعادة وتحد من الاكتئاب، ولمزيد من التفاصيل دعونا نتابع هذا التقرير. عادة ما يؤثر التوتر أو الاكتئاب على شهية الإنسان وروتينه اليومي، فبعض الأشخاص يعانون من فقدان الشهية عند مرورهم بهذه الحالتين، ويكونون معرضين أكثر لفقدان الوزن إذا طالت فترة الاكتئاب لديهم. يجب الاجتهاد في اتباع الأمور التي تخلصك وتقيك من الاكتئاب، ومما لا شك فيه إن نمط الحياة الصحية الذي يرتبط بالحصول على ساعات نوم كافية والعلاقات الاجتماعية المتكاملة والابتعاد عن كل ما يسبب الاجتهاد والتوتر وممارسة النشاط البدني واتباع نظام يحوي الأكل الصحي سيلعب دورا كبيرا في الوقاية من الاكتئاب. هناك الكثير من أنواع الأغذية قد تكون لها دوراً فعال في الحد من الاكتئاب، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والأسماك. كل هذه الأغذية تساعد في تخفيف فرص الإصابة بالاكتئاب، كما يجب تجنب تناول الأغذية السكرية والمشروبات الغازية. شو من انواع الطعام اللي ما تحد من الاكتئاب؟ اعتقد يعني ما كل في الاكل، ما في كل شيء صراحه. الطعام بحد ذاته يزيد من السعاده، أيوة والله يرفع هرمون السعاده. والله فعلا، يعني في شيء انتشر اوقات يعني حظر التجول، كان يقولون اذا كنت تسوي رجيم او حميه غذائيه فانت قضيت على اخر وسيله تسليه عندك. فاتوقع الاكل والله شيء جدا جميل، شيء جدا مسلي، نستمتع فيه، نستمتع بلذه هذا الطعام. فلازلنا نحن ندير الدفة اتجاه الطعام، حيث بدأت مشاكل الغلوتين أو عدم تحمل بعض أنواع الطعام التي تحتوي على الغلوتين، وهذا بشكل عام تثير في السنوات الأخيرة المزيد من القلق والكثير من النقاش حول الأسباب المؤدية إلى زيادة انتشارها. كما أشارت بعض أصابع الاتهام إلى الصناعة الغذائية على أنها السبب المحتمل لذلك، لكن لابد أيضا من الإشارة إلى زيادة الوعي بمثل هذه الحالات. لذلك دعونا نرحب معا بأخصائية التغذية ياسمين جابر حداد. نصبحك بالخير ويا مرحبا بك. صباح النور. يا صباح النور، أهلا. يا ريت فيني اشوفكم كثير، يعني كان بودني اكون عندكم بالاستوديو اليوم، بس يلا ان شاء الله غير مره. ان شاء الله. طبعا كنا نتشرف بوجودك، ولكن ان شاء الله في المستقبل يكون لقائنا عن قرب في استوديو صباح الشرقيه. ولكن اليوم حديث جدا مهم، حديث جدا ممتع فيما يخص الغلوتين او الغلوتين بما يعرف الموجود في بعض من انواع الطعام اللي ذكرنا بانه هو اثار القلق في السنوات الاخيره. نتحدث عن الغلوتين، ما هو؟ هلا يعني طبعا مثل ما قلت من شوي، يعني هذا النظام الخالي من الجلوتين اخذ يعني ضجه كبيره بالاخر السنين، خاصه من سنه تقريبا. للاسف العديد من الاشخاص يعني تبعوه لغايه خساره الوزن، ولكن انا بحب يعني اول شيء اقول لهم انه اعرف عن الجلوتين. طبعا مثل ما قلنا الجلوتين هو بروتين موجود بالعديد من الحبوب مثل القمح، الشعير، الشوفان، الراي، يعني الراي بريد والبرغل والفريكي وغيره. وطبعا مثل ما قلت كمان انه موجود ببعض المأكولات المصنعة، مشان هيك لازم طبعا نقرا البطاقة الغذائية وننتبه. ولكن هيدا النظام يعني اخصائيات التغذية والاطباء بينصحوا انه الاشخاص اللي عندهم مشاكل او عندهم حساسية من الجلوتين انه يتبعوا نظام خالي من الجلوتين، ولكن ليس لغاية خسارة في الوزن. نعم. ليش؟
لأنه في حال تبعنا لغاية خسارة الوزن يمكن ما نوصل لنفس النتيجة، وبالعكس ممكن هيدا يؤثر سلبياً على الصحة، لأنه إذا لغينا هالفئة من المأكولات وما بدلناها مثلاً ممكن هيدا الشيء يؤدي إلى ضعف بعض الفيتامينات والمعادن بالجسم مثل البي فيتامينز والسيلينيوم والحديد وغيره، وممكن كمان يؤدي للإمساك. فمشان هيك لازم ننتبه كتير. وبعدين الأطعمة الخالية من الجلوتين مش بالضرورة تكون قليلة السعرات الحرارية أو خالية من السكر وغيره، فممكن كمان أنه تسبب زيادة الوزن. فلازم أكيد ننتبه. إذا أخصائي التغذية الأستاذة ياسمين جابر، بالنسبة للجلوتين ذكرت أنت بعض الأعراض المصاحبة للتحسس من الجلوتين، هل هناك أعراض تكون بشكل حساسية أكبر وتكون مفرطة؟ هلأ بالأول حابي نعم يوجد الأعراض، وحابي أعرف عن الثلاث فئات يعني من الأمراض اللي ننصحهم أنه يتبعوا هذا النظام كعلاج. طبعاً أول شيء عندك المريض السيلياك. السيلياك يعني هو مرض مزمن و يعني نوع الجسم ما بيتقبل الجلوتين، مادة الجلوتين. ليه؟ لأنه هو نوع من الأمراض المناعة الذاتية، فالجسم بيتفاعل مع الجلوتين. كل ما الواحد كتر أو دخل جلوتين في نظام الحمية تبعه بتزيد الحساسية، وبيزيد للأسف يعني الجهاز الهضمي بيتعب، وهذا الشيء بيسبب الالتهابات، وهالالتهابات بتسبب سوء بامتصاص الأكل الأغذية، فبصير في سوء غذاء. يعني مريض السيلياك إجمالاً بينزل وزنه، بيكون وزنه أقل من العادي مش العكس، خاصة إذا ما كان عم ينتبه على الحمية تبعه. فعشان هيك هالأشخاص اللي عم يشكوا من السيلياك ديزيز ننصحهم أنه يمتنعوا بتاتاً عن كل شيء داخله جلوتين. فنظامهم كتير كتير صارم، ولكن طبعاً مع الوقت وشوية صبر بصير أسهل أنه يلتزموا فيه، وأكيد العوارض اللي رح أحكي عنها هلأ بتخف جذرياً، يعني بتخف. مثل عندك بصير عندهم إمساك، إسهال، تلبكات في المعدة، غثيان، كمان تعب، الإرهاق الشديد، وبعدين كمان سوء يعني مزاجهم ما بيكون رايق. وبعد وإذا تركوا حالهم ما تبعوا نظام خالي من الجلوتين كمان ممكن يسبب ترقق في العظام وسوء تغذية حاد. فمش يعني كتير كتير لازم ينتبهوا بخصوص. وفي عندك طبعا الحساسية تجاه القمح، يعني القمح غير، يعني عندك حساسية للقمح انه يخففوا من تناول او يبتعدوا طبعا بتاتا عن القمح. ليه؟ لانه مثل كل انواع الحساسيه، عندك حساسيه البيض، السمك، اللي هو اذا اخذنا كميه شوي حتى لو قليله ممكن هيدا الشيء يسبب بضيق نفس، مشاكل بال يعني ببشره، ممكن يعني كمان يؤدي للمريض لخطر على حياته حتى. يعني الحساسيه، حساسيه القمح كثير كمان خطره، يعني الاشخاص اللي عم يشكوا منها لازم يبتعدوا عن القمح ومنتجات القمح، مثل ما بنعرف المعجنات والمعكرونه وغيرها. وبعدين عندك النوع الثالث، يعني اللي كمان ننصح انه يبتعدوا، ولكن هيدا النوع غير يعني مزمن، يلي هو عدم تحمل الجلوتين. جميل. طيب. عدم تحمل الجلوتين في كثير اشخاص عندهم. تفضل. ممتاز. طيب استاذه ياسمين، يعني انت ذكرتي السيلياك وذكرتي حساسيه القمح، هل هو نفسه هذه الامور اللي ذكرتيها هي نفسها لربما حساسية الجلوتين أم تختلف؟ بتختلف. ولكن ليش أحيانا بعض الأشخاص ممكن شوي يعني يضيعوا بين عدم تحمل الجلوتين
ومرض السيلياك لأنه العوارض متشابهة، لكن حساسية القمح العوارض غير متشابهة. الحساسية يعني مثل ما قلت شوي مثل بقية الحساسيات، يعني إذا أخذنا شوي ممكن يعني لا سمح الله نضطر نروح على المستشفى وهيك، فهي مختلفة. ولكن عوارض عدم تحمل الجلوتين ومرض السيلياك هي الإمساك، إسهال، سوء تغذية يعني وغيره. بس السيلياك يعني برجع بقول أنه مرض مزمن، بينما عدم تحمل الجلوتين هيدا منه يعني منه مرض، هيدا نوع من أنه ممكن يعني هالعوارض تكون ناتجة عن مثلا المصران الغليظ، ممكن تكون ناتجة عن انه الشخص ما بيتحمل كميات عالية من الجلوتين لكن كميات القليلة ما بتزعجه، او احيانا ممكن الواحد يشخص حاله. وهيد انا يعني مشان هيك بنصح الاشخاص اذا حسينا في شيء أو لازم نسمع لجسمنا ونروح نستشير حكيم او اخصائي تغذية لحتى يعملوا التحاليل اللازمة. مثلا بخصوص بالنسبة لمرض السيلياك، عادة فحص الدم غير كافي، لازم كمان الحكيم ياخذ خزعة من الجهاز الهضمي او الانتستاين لحتى يعرف اذا هيدا مريض سيلياك او لا ويعالجه على هيدا الاساس. بينما عدم تحمل الجلوتين احيانا بيعملوا فحوصات وكل شيء بيبين انه ما في، الحمد لله كل شيء اوكي، بس ممكن يعني انه شويه يعني في عندك اشخاص اللي عندهم كولون حساس ما بيتحملوا كميات عاليه من الجلوتين، فبننصحهم اكيد يخففوا او اول فتره اذا كثير مزعوجين يعني من الجلوتين، يعني ممكن يسبب لهم شويه نفخه، امساك، اسهال، بنقول لهم انه يمتنعوا اول شهر شهرين حسب كل مريض طبعا، وبعدين تدريجيا بندخل الاطعمه اللي داخل الجلوتين، بنشوف يعني تجاوب الشخص مع هيدا النظام. طيب أستاذة، بالنسبة لمن يعاني من هذه الحساسية، هل هذه الحساسية ترافقهم منذ الولادة أم أنها تكون قد تأتي بعد الكبر؟ سؤال كتير مهم، لأنه يعني هو مش واضح للأسف، يعني إجمالاً هو يعني بيكون الشخص عنده الجين موجود بس ما بتبين لبعدين، أو أحياناً بتكون موجودة على صغر بس ما الأهل ما انتبهوا يعني أو ما حدا انتبه لأنه الولد ما دائما بيعرف يعبر عن حاله، فممكن تأخذ وقت للحالة لتتشخص، وخاصة عم بحكي بالنسبة لمرض السيلياك. بينما حساسية القمح بتبين وممكن تكون يعني هي إجمالا على صغر حساسية القمح، طبعا بدنا نستشير حكيم بيكون أحسن ليعرف، لأنه الحالات تختلف من شخص لشخص، لأنه الأمراض كمان الأمراض المناعة الذاتية لهلأ يعني الحكمة ما دائما عم يعرفوا شو سببها أو ليه، أو بعض الأشخاص عم يشكوا منها والبعض الآخر ما عم يشكي، يعني بعد في علامة استفهام بالنسبة لهالموضوع. طيب عالصغر نعم، معظما عالصغر. جميل. طيب أستاذة ياسمين، يعني أبا أتكلم عن الحمية الغذائية بما أنك ذكرتيها في بداية حديثك، هل الحمية الغذائية التي تكون خالية من الجلوتين هي تعتبر أو تصنف كعلاج لعدم تحمل الجلوتين أم لربما تزيد من الأعراض أو من الحدة المصاب فيها هذا المريض؟ نعم، يعني هي بتخفف من الأعراض، بتخفف، بس إذا هيدا مش سبب يعني عدم تحمل الجلوتين، إذا عرفنا الشخص إنه تناول الجلوتين عم يسبب إزعاج أو عوارض، فتخفيف او الامتناع من الجلوتين يساعد نعم بيخفف من العوارض. بينما بمرض السيلياك اكيد ولازم انه نمتنع عن الجلوتين، فزيرو جلوتين بنظام يعني الدايت او كميات كثير كثير بسيطه، لانه مثل ما قلنا من شوي العوارض اذا يعني اذا الجسم دخل جلوتين المناعة الذاتية رح أو الجسم رح يحارب الجلوتين كعدو، وبعدين هيدا الشيء رح يسبب المشاكل والالتهابات بالأمعاء والجهاز الهضمي،
فمشان هيك it's more serious يعني حالة الأمراض السيلياك. ممتاز. جميل. أستاذة ياسمين، حول أن ذكرتي بأن هناك أعراض، والأعراض كذلك يجب أن تكون بالابتعاد عن أغذية قد تحتوي على الجلوتين، لكن ما هي الأغذية التي قد تكون خالية من الجلوتين ونركز عليها؟ وهل هناك كذلك رياضة قد تساهم في التقليل من الجلوتين، أو فقط نكتفي بالتغذية؟ حلو. هلا بالنسبه لرد على سؤالك انه عدم تحمل الجلوتين، سبب من الاسباب هو نمط الحياه، يعني نمط الحياه في حال كان غير صحي، في ستريس، ضغط نفسي، في مع يعني عدم ممارسه الرياضه بيزيد طبعا نعرف التوتر. فكمان سبحان الله يعني الجسم بيدفع بأول جهاز بيتأثر هو الجهاز الهضمي، فممكن هذا الشيء سبب عدم تحمل الجلوتين. مشان هيك أنا دائما بنصح زبايني اللي عندهم يعني الكولون حساس أو مع نعمل إليمينيشن دايت، يعني نشوف مثلا شو الأطعمة اللي عم تسبب هاي العوارض، إن كان نفخة، إسهال أو إمساك أو تعب شاد أو وجع رأس. منشوف طبعاً عم بحكي هيدا مريض مش مريض سيلياك، يعني هيدا الشخص بس عنده عدم تحمل جلوتين، فمنشوف ومنلغي هاي الأطعمة. هلأ ومندخله الأطعمة الخالية من الجلوتين، مثل في لأنه أطعمة طبيعتها خالية من الجلوتين. نعم. مثل العيش، البطاطا، الذرة، الكينوا، الملت ما بعرف بالعربي الاسم، بس هو نوع من يعني الحبوب كمان متوفر بالإمارات وبكل البلدان، وكتير ظريف وصحي وغني بالفيتامينات والألياف والمعادن، كلهم هيدول خالين من الجلوتين وبيأمنوا الطاقة، لأنه مثل ما بنعرف الجلوتين يعني موجود بالنشويات، يعني نحن وقت نقول قمح والمعجنات. ممتاز. فالنشويات بتأمننا الطاقة. طيب، يعني سادة ياسمين الحديث ممتع معك، ولكن للحديث بقية، نكتفي بهذا القدر. أمانة أشرتي على مواضيع وزوايا جدا مهمة فيما يخص الجلوتين والحساسية منه وأمور كثيرة جدا. نشكر حضورك معنا بالاتصال عن بعد، وإن شاء الله نلتقي بك في فترات لاحقة إن شاء الله في الاستوديو. إذن كل شكل أخصائية التغذية ياسمين جابر على هذه المعلومات الوافية حول حساسية القمح وكذلك حول مرض السيلياك، وقدمت لنا عدة نصائح. صحيح. للاهتمام بالصحة وكيف أن نجعل من أطعمتنا وأغذيتنا بأن تكون ذات نمط صحي تساهم في بناء الجسد. بلا شك.